بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم معنا وصفة خلية النحل بالعجينتين، العجينة السوداء اللي هي بالكاكاو والعجينة البيضاء. شايفين كتير عجينتها مثل السفنج، هاي طرية، هاي مقاديرها كتير كتير سهل وبسيطة. هاي نطلع لنا هون، نحاول واحدة من هون من الشوكولا. شايفين كيف الشوكولا جواها، عجينتها كتير شهية. هسه هي ساخنة، هاي ان شاء الله بتعجبكم طريقتها ومقاديرها. وخلينا هلأ مع الوصفة والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم بإذن الله مطبخ. أنا بتمنى من اللي بيشوف القناة لأول مرة ما تنسونا من اللايك والشير وتوزيع الفيديو. عندنا اليوم مقادير وصفة خلية النحل بطريقة جديدة بعجينتين، عجينة الشوكولا والكاكاو والعجينة العادية البيضة. عندي مقادير الوصفة، حنقسمها طبعا العجينة لنصفين، نص بالكاكاو ونص بالعجينة العادية البيضة. عندي هون كوبايتين من الحليب، وإذا ما متوفر الحليب السائل ممكن تعملوا كوبايتين من المي، وعلى كل كاسة معلقة حليب من البودرة الكبيرة. عندي اثنين من الخميرة، معلقتين، يعني كل كاسة بدها معلقة خميرة. هون عندي 4 معالق كبار من السكر العادي الحبوبات، وحاخد 1 من الفانيلا، والبيكنج باودر حاخد لكل مقدار معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هون حاخد عندي معلقة كبيرة من الكاكاو، الكاكاو الخام المر، والطحين حسب العجينة ما تاخد عندي. أول شي بسم الله، أول مقدار هنعجنو عجها بالكاكاو. بسم الله، نحط كاسة الحليب الدافي طبعا، نحط 1 من الخميرة، وححط نص مقدار السكر اللي عندنا ونص باكيت الفانيلا. هاي نص باكيت الفانيلا اللي هون، ومقدار السكر نصه. هاي نحاول يعني هلا ونسيبهم شوي نحركهم. هاي بنسيبهم شوي قد شي 5 دقايق وبنرجع لهم. هون طبعا انا سبتها شي 5 دقايق، بدي احط هلا مقدار الكاكاو. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شي عشان اخلطه هون تجانس. بسم الله الرحمن الرحيم، مشان يدوب الحليب مع الدافي. وننزل هلا شوي شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا الطحين شوي شوي، بدها تكون عندنا العجينة طبعا عادية. بسم الله الرحمن الرحيم، بلش نعجنها هلا بالايد. بسم الله، اخذ من البيكنج باودر هلا مثل ما قلت قد معلقة صغيرة للعجينة. هون طبعا البيكنج باودر بيعطي طراوة كتير كمان، غير انه ينفخ العجينة. بسم الله، هلا بسم الله الرحمن الرحيم، شوي شوي بتاخذ العجينة عنا حسب، لأنه الطحين بيختلف أنواعه. بسم الله، طبعا العجينة عندي أنا بدي أحشيها بحشوة النوتيلا أو الشوكولا، إذا عندكم قطع قطع أنا بدي أحشيها بالنوتيلا القطع. بسم الله، هاي عجينة العجينة. بس أنا عندي هون كاسة زيت، طبعا ما حكيت عليها بالمقادير، ححط نصها هون لما اعجن العجين، ونص الثاني. هاي شايفين بهاي الطريقه بدي اعجنها فيها، بعد ما هاي اسيبها ترتاح تخمر، لانه الزيت اخر شيء بنحط بيعطينا طراوه كتير كتير للعجينه. هاي هلا بدي اسيبها تخمر وترتاح، ونبلش بالعجينة الثانية المقدار الثاني. بس هاي شايفين كيف، هذا مقدار اول واحدة. هاي شايفين العجينة كتير طرية، هاي المقدار الاول بدي اسيبه هلا يرتاح ويخمر، ونجيب نحضر المقدار الثاني. بسم الله،
هلا نيجي للمقدار الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو الحليب دافي. بسم الله. حط الخميرة والسكر والفانيلا السكر. انا طبعا بالعمدان عملتها على خليطين لانه الكاكاو بشد بالعجينة ما فينا. اذا بتحبوا انتوا بتعجنوها كلها المقدارين مرة واحدة وبعدين بتحطوا معلقة الكاكاو بتخففوها بشوية حليب وبتحطوها. هلا الزيت مثل ما قلت عندي هخليها لاخر شيء. الزيت طبعا لكل مقدار حوالي 5 معالق كبار. نزل شوي شوي الطحين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا واعجن. هاي قد معلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما سبته هون تخمر لانه عندي الحليب دفيته اكثر دافي شوي، يعني هيك هيك حتتفاعل بسرعه الخميره معاه. بسم الله. ضل انزل هلا بالطحين. بسم الله الرحمن الرحيم واعجن. بسم الله. شايفين هاي العجينه. بدي احط اخر شيء الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم واعجنها فيه. تشربت والحين طبعا حسب العجينه. هاي بدي عجنه كله منيح مع بعض ونسيبها برضه نفس الشيء تخمر وترتاح مثل الثاني. هي تعجنتها وهلا بدي اسيبها ترتاح نفس الشيء لما تخمر. وبنرجع فين هياتهم ارتاحوا وخمروا. هاي العجينه هاي شايفين طريه كتير. هاي شايفين كيف. هلا انا جبت عنده هون نوتيلا او ممكن تجيبوا قطع انتو شوكولاته تحطوا بقلبها. هاي بدي احط بقلب كل واحد هيك قد شوي من النوتيلا. وجبت صينيه دهنتها بشويه زيت. بسم الله. هاي الصينيه هيك. وبدي اخذ من كل قطعه بتدور واحده من هون. بسم الله الرحمن الرحيم. القطعه تكون يعني ما تكونش كبيره كثير على اساس لانها راح تخمر مره ثانيه. هاي بسم الله. هاي هاي في قلبها النوتيلا او ممكن مثل ما قلت قطعه شوكولاته. هاي هاي شايفين نحطها. هلا نجيب كمان قطعه من هون او ممكن نعملها اول شيء الشوكولاته كلها ونرجع نعمل الابيض لحاله اساس ما نخلط في اللون. شايفين بسم الله. هاي سكرها نحاول نلفها منيح. نرجع ناخذ واحدة من الشوكولا. شايفين كيف طرية عشان الزيت اخر شي حطيناه فيها. برضو من النوتيلا هاي. بسم الله. هاي ممكن اصغر ممكن اكبر حسب انتم ما بتحبوا تقطعوا القطعة. ناخذ كمان قطعة من هون من البيضة. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي برضو في قلبها قطعة من معلقة نوتيلا قد ربع معلقة صغيرة حسب انتم ما بتحبوا. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. نسكرها. لما نخلص هلا بيت القطع وبنرجع. هيتنا انا كلهم قطعتهم. هلا كمان بدي اسيبهم اخر مره يخمروا ويرتاحوا منيح وبعدين بنحطهم بالفرن. بس يخمروا بنرجع لهم نشوف. لازم يخمروا يعني يتضاعف حجمهم. هاي وبنرجع لهم هلا بس يخمروا ان شاء الله. هيك هيتنا سبتها شايفين ترتاح لما تضاعف حجمها. وهون عندي جبت هون معلقة زيت حطيت معها معلقة كبيرة من المي ومعلقة صغيرة من السكر المطحون. هاي بدي أنا أرش الوجه هيك أمسحه وحميت الفرن
على 180 درجة. أنا قبل ما أشتغل هيك لازم أحمي الفرن، يعني ما بنحط أي نوع من المعجنات أو الحلو أو الكيك، لازم يكون الفرن محمى قبل. هاي بدي أدهنهم ونحطهم هلأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الفرن بسم الله. هيت دهنتهم كلهم وبدي احطهم بالفرن. شايفين هيت هسه طلعت من الفرن، وعندي نفس الخليط اللي دهنا فيه الزيت والمي والسكر المطحون، برضو بدي اعيد فيه على الوجه، بيعطينا لمعه بيعطينا طعم اطيب. وممكن تحطوا عليها من صوص الحليب المكثف او صوص الشوكولا، هذا طبعا اختياري. سيبها بس تبرد هلا شوي لانها ساخنه. شايفين تعطينا هاي اللون واللمعه. نحاول نشربهم كلهم. بسم الله. هلا بس شوي بس نسيبها تبرد وبنطلع لنا شقة منها. لا شايفين كيف طرية هاي، شايفين عجينتها كتير خفيفة وهشة هاي. نسيبها بس شوي تبرد. هي أنا سبتها شوي تبرد، هي ساخنة، أحاول أطلع لي بس شقفة. شايفين كيف طرية كلها، لسه ساخنة هي، يعني ما بردت تمام. شايفين الحشو من جوا كتير، عجنتها هشة طرية هاي. شايفين ان شاء الله هلا بتعجبكم طريقتها، تجربوها. وما تنسون اذا عجبكم الفيديو من اللايك والشير، وبنلاقيكم بفيديو تاني وبأمان الله.